اسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعوديه. نبدا نشرتنا بالتوقعات الجويه للعاصمه الرياض خلال فتره الافطار، حيث يسود طقس غير مستقر، هناك فرصه زخات رعديه من الامطار. 35 درجه مئويه متوقعه، 33 الملموسه، 20% نسبه الرطوبه، اما الرياح تكون بين الخفيفه والمعتدله اسرع. ننتقل الان لتفاصيل الحاله الجويه المتوقعه في باقي مناطق المملكه لنهار اليوم. نبدا بالمنطقه الشماليه، حيث يسود طقس عاصف بالمجمل في تلك المناطق، رياح نشطه سرعه هباتها قد تلامس 100 كيلومتر في الساعه، وبالتالي الاجواء في سكاكا وتبوك وعرعر ستكون مغبره بشكل لافت يوم نهار اليوم باذن الله. سكاكا تسجل 36 الى 18، عرعر 35 الى 17، تبوك 33 الى 16. بالنسبة للمنطقة الغربية، مدينة جدة 38 إلى 24، مكة المكرمة 40 إلى 29، الطائف 30 إلى 20، المدينة المنورة 39 إلى 25. ننتقل الآن للمنطقة الجنوبية الغربية، حيث تشهد حالة من عدم الاستقرار الجوي بين المتوسطة والقوية، وبالتالي تعطو زخات رعدية غزيرة من الأمطار في المرتفعات الجبلية وأيضا في السفوح الشرقية من المرتفعات الجبلية كمنطقة نجران، تترافق أيضا من تساقط الحبات البرد.